تقطع الكهرباء قديش بدها عشان تيجي هاي؟ كويس انه في بطاريات اصلا في ال... بالنسبة لقطع التيار الكهربائي في غزة وخصوصا في المستشفيات والقطاع الصحي ما مش متوقعة امتى ممكن تقطع الكهرباء، ممكن ينفصل التيار الكهربائي. الطاقة الكهربائية صارت من يعني مشاكل أساسية في غزة واللي هي صعب الحل كأنها أزلية. طبعا واجهتنا المشكلة هذه بشكل كبير في غزة، دائما بنحاول احنا نجتازها ونتغلب عليها، في معظم الأحيان بنقدر نتغلب عليها. Since 2007, the Gaza Strip has been under siege. The siege restricts the import of construction materials, textiles, agricultural products, fuel, and many other necessities. For the people of Gaza, this affects all areas of life, none more so than their health. The Gaza Strip is divided into five districts. 10 hospitals serve the 1.8 million people who live there. The Al Shifa Hospital is the largest hospital in the largest district, Gaza City, home to 500,000 people. كويس، في عندك حصاوي في المرارة، المرارة شوية منقبضة عليهم عشان يقعد الوجع، وبدك مسكن وبدك تتابع في هذا الخارجية عشان نحجز لك عملية تعمل عملية. أنا الدكتور محمد زيارة، طبيب جراحة في مستشفى الشفا، عمري 29 سنة، بشتغل في غزة من 3 سنين بعد ما تخرجت من كلية الطب في جامعة مصر. أنا بعيش في غزة، ملامس كل مشاكلها وعايش كل المشاكل أو الظروف اللي بتحيط فينا وبنواجهها كل يوم. الحصار الموجود على غزة حصار خانق شديد جداً لا يطاق. دائماً بنحاول إحنا نتغلب على الوضع، لكن الوضع صار خانق جداً، غير أدمي وغير إنساني ولا يحتمل. In 2006, Palestine held its first legislative election in a decade. To the surprise of most, Hamas emerged victorious. Following the election, fighting broke out between Hamas and the Palestinian Authority, resulting in a divided Palestine. The PA ruled over the West Bank, while Hamas ruled in Gaza. In an attempt to drive Hamas out of power, Israel imposed a military blockade over the Gaza Strip. With Egypt's cooperation, Israel succeeded in establishing a state of near total control over the movement of goods and people over Gaza's borders. Israel cites security concerns to justify the state of affairs. ما زال سكان غزة بيعانوا بيحتجوا بيقاوموا هذا الوضع منذ سنوات عديدة.
كل جمعة بيصير في احتكاكات وفي أحداث في الحدود بين بعض الشبان، بيروحوا بطبشوا حجار وبيرموا الحجار على الجنود الاحتلال. بس بيصير دائما إنه أحداث إنه يصير في إصابات كثيرة، مرات يعني كثير عديدة شهداء بيكون بسبب هذه الأحداث. يوم الجمعة اللي فات في آخر مناوبة لي وصلتني حالة إصابة بطلق ناري في حالة خطرة جدا وحرجة، اضطرتني إلى دخول بها إلى العمليات. وفي وسط عملية جراحية تم انقطاع تيار كهربائي. لم يبدأ المولد في العمل على الفور ولا البطارية، حتى انتهى بنا الوضع انه احنا شغالين في الظلام. في هذه اللحظات توقفنا عن العمل، وما كان يخطر في بالي هو هل سيسقط العيان المريض، سيجتاز هذه العملية الجراحية، هل سيعيش؟ لحسن الحظ تمكن المريض من اجتياز هذه المحنة وانجزت له العملية، ولكن يعني كتير لدينا حالات أخرى لا يحالفها الحظ. حياة المريض أو الإنسان في غزة شيء مهم جدا وغالية جدا، لازم نضل دائما نحافظ عليها. لما يكون الأمر بتعلق في إنقاذ حياة شخص أو إنسان ما في غزة، بيكون الموضوع يعني مهم جدا، لازم الكل يتحرك من أجله ومن أجل إيجاد حل للموضوع هذا. The consequences of the blockade are compounded by Israel's military incursions into the strip. خضنا في خلال خمس سنوات الماضية ثلاث حروب، 2008، 2009، 2012، 2014. ثلاث حروب، وفي كل يوم من هذه الأيام، أيام الحروب، كنا نستقبل المئات من الجرحى الذين هم بحاجة، كل مريض بحاجة إلى مستشفى كاملة ولطاقم طبي من جميع التخصصات للتعامل مع مريض واحد. وتخيلي كنا نستقبل ما يقارب 400 إلى 500 يعني مصاب، وأتكلم مصاب بتر. لكن يمكن تجسد عند هؤلاء الأطباء يمكن لغة مختلفة، ألا وهي الـ يعني تحدي الأهوال، وتحدي يعني إنه حتى عدم النوم. كان بعض الأطباء لمدة 24 ساعة بل 48 ساعة لا يجد له نص ساعة حتى ينام، والعمل متواصل. وكنا نعوض نقص الكادر البشري بالعمل المتواصل، بل في الحرب الأخيرة 51 يوم كثير أو الكثير من الأطباء لم يغادر المستشفى طيلة فترة الأيام السابقة. Israel invaded the Gaza Strip three times since the blockade was imposed. These attacks resulted in thousands of Gazan deaths and the destruction of key infrastructure. The blockade's restrictions on construction materials make it impossible to rebuild, forcing Gazan society into a state of physical decay. In this regard, the energy crisis is no exception. حالياً الحديد اللي انت شايفه هذا كله أثار الدمار اللي صار، اللي هي في عنا هنا اللي هو كان فيه تانكين وهذا 10 مليون، واللي حالياً اللي شغالي اللي هو التانك هذا، التانك اللي هو فيه تقريباً مليون، وهذا بكفيش ليومين أو لثلاث أيام. هي مشكلة الكهرب بدت من أول الحرب، بدت في 2008-2009، ومن يوميتها احنا بنعاني في هذه المشكله. اللي موجود حاليا 4 توربينات، واللي شغاله اليوم في الازمه اللي احنا اليوم بنعاني منها، ما فيش كهرب في البلد، بتيجي بتقطع 10 ساعات وبتيجي 3 أو 4 أو 5 في كل منطقه على حسب يعني شو اسمه، توربينين اثنين اللي شغالين.
ما بكفي، وبتجينا من مصر خطوط كل يوم وتاني هم مسكرينه وفصلينه، وفي خطوط بتيجي من إسرائيل برضو اليهود أمرار بقطعوها بقول لك إصلاح أو تفجيرات أو كذا أو شغلات زي هيك. Due to the blockade and its restrictions on fuel imports, electricity shortages have become a major problem. This was mitigated for several years by fuel smuggled in through the Egyptian tunnels. But in 2013, Egypt shut down this point of access. This forced Hamas to buy electricity from Israel at a high premium. The Palestinian Authority paid the import duties for several years until 2017, when it started cutting back on payments. Following this, Israel further cut Gaza's power supply. Each side in the conflict denies responsibility for the energy crisis. Israel claims it's an internal Palestinian matter. The Palestinian Authority blames Hamas for mismanaging power plants. And Hamas blames the Palestinian Authority for taxing electricity and withholding funds. Meanwhile, the people of Gaza face rolling power outages on a daily basis. Some days, they have access to as little as 4 hours of power a day. في الشغل احنا بنواجه مشكلة كبيرة في بعض الأماكن مثل الحساسة أو الأقسام الحساسة في المستشفى، زي قسم العناية المركزة، قسم الحضانة وحديثي الولادة، قسم الغسيل الكلوي الكلى، أقسام العمليات طبعا تحتاج لطاقة مستمرة، ما لا يمكن نتحمل إنه انقطاع تيار كهربائي بالطريقة اللي بتصير في غزة. هذه أجهزة لفصل وحدات الدم للمكونات الأساسية تبعتها، وهذه ثلاجات لحفظ وحدات الدم. فتوقف هذه الأجهزة عند انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على تأخير فصل وحدات الدم وبالتالي خرابها وعدم كفاءتها بالعمل. الشيء الثاني اللي بيأثر علينا قطع التيار الكهربائي إنه الأجهزة هذه مجرد ما بتنقطع عليها التيار الكهربائي بشكل فجائي بتخرب وبتتوقف وبصير لها فيلير عن العمل وبتحتاج سبير بارتس لتصليحها. هذا بيكون مكلف جدا 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 لتشغيلها مره ثانيه. البرودكت هذا مخزون الدم الاستراتيجي للبلازما هاي لو انقطعت عنها البلاد كله حيخرب. تصور انت هذا دم ماخوذ من دونرز، هذا بلاد ماخوذ من دونرز، فهذا كله الدم حيخرب. تصور بتحملش قطع ساعه زمان او 4 ساعات، فبالتالي لازم هذا يكون اونلاين. ايش اونلاين؟ شغال على الكهرباء بشكل كامل ومستمر. كم مريض ممكن يعدي على وحدة الغسيل؟ احنا يوميا في عندنا حوالي 110 غسلة. 110 تقريبا يوميا. يعني بتهيألي الأجهزة بتوقفش بالمرة؟ لا، احنا 4 شفتات وداخلين على الخامس، الخامس بيبدأ من الساعة 12 بالليل. وضع مأساة.
يعني برا في الأجهزة الطبية أي لوحة رئيسية بتعطى النظر لحساسية الجهاز الطبي يقوموا باستبدال هذه اللوحة طبعاً على الفور وبإحضار لوحة أخرى، ولكن نحن في قطاع غزة نظرا للحصار المتواصل لا يوجد بند مالي ولا يوجد قطع متوفرة، فنقوم يعني مشكورين الإخوة بمحاولة إصلاح القطعة مرة ومرتين وثلاثة لحد ما يتم إصلاحها بالطريقة المطلوبة ويتم تركيبها على الجهاز وتجربتها. As life in the strip is reduced to conditions of scarcity, those outside the hospital are also forced to improvise, experimenting with low-tech solutions to generate light and warmth. These ad hoc experiments are often dangerous and sometimes have devastating consequences. الفترة الأخيرة صار في تزايد كبير في حالات الصعق الكهربائي والمشكلة أو الإصابات عن طريق التيار الكهربائي. يعني العدد يعني يمكن زاد الضعف بعد انقطاع التيار الكهربائي. عدد الحالات اللي مستقبلها صار مضاعف. بعد مشكلة الكهرباء. بعد مشكلة الكهرباء صحيح. في أنواع تانية من الحروق اللي بتصل بسبب مشكلة الكهرباء في غزة؟ طبعا في انواع كثير من الحروق، في بيجوا نتيجه استعمال الموقد الكيروسين او نتيجه استعمال الشمع للاضاءه، وللاسف هذه كثير الحالات بيحصل فيها حالات وفيات، حصل كثير من الحالات بيستعملوا الشمع للاضاءه فبيحصل اختناق، وبعض الحالات حصل حريق كامل لكل البيت وعدد كبير من افراد الاسره للاسف توفوا في هذه الحالات. احنا بس بنعطي ل 15 يوم، لما يخلص بتيجي. The situation on the ground is routinely monitored by the United Nations Development Program in order to identify the crucial areas that require support. السلام عليكم. هذا جماعة ضيوف معانا من الـ UNDP. ايش موضوعنا اليوم يا في عنا كمان المختبر، المركز وحدة المختبرات بتقوم بتأمين جميع مواد التشغيل لمختبرات وزارة الصحة بقطاع غزة. أغلب المعيقات اللي إحنا بنواجهها هنا هي معيقات الشعب الفلسطيني، يعني المعيقات المعتادة. نقص الموارد، إيصال الموارد، يعني عنا إحنا مواردنا كلها تقريباً في عنا 70% نعتمد بحوالي بنسبة 70% من مواد التشغيل مواردنا على مستودعات رام الله وزارة الصحة. فوصولها من هناك نتيجة المعابر ونتيجة التنسيق الدائم أحياناً بعيق إنه تتوفر عنا بشكل دوري ومعتاد ومنتظم. الموارد المالية يعني هي على رأس الأولويات، إنه إحنا بنحتاج تقريباً حوالي 3.5 مليون لتشغيل مختبرات وزارة الصحة، بنحاول إنه إحنا نشغلها بأقل من ذلك ولكن بنفس الكمية الموجودة.
الموارد البشرية نقدر نقول إنه لا نعاني منها كثيراً لأنه هذه موجودة، ولكن تحتاج إذا توفر المال توفرت الموارد البشرية، خاصة الرواتب مش دائماً بتساعد على لها. يعني احنا بدنا اثنين يتفرغوا كل يوم بس للكمبيوترات، زائد انه احنا في عنا تسجيل يدوي ما بنقدر نستغني عنه لانه هذا ممكن انه يخذلنا خلال النهار، فاحنا مضطرين نعتمد على التسجيل اليدوي. طب ليش بيخذلك مثلا؟ لانه بيعلق، ممكن يوقف البرنامج. وقطع التيار الكهربائي قطع التيار الكهربائي ممكن. وانت بشكل شخصي كيف بتحسي هذا الشيء؟ انا مثلا دونا عن اللي في الصيدليه انا ما بتقضاش راتبي لأنه تم تعييني في الحكومة الجديدة، ولما إجت حكومة التوافق ما اعترفتش فينا فإحنا ما بناخدش رواتب، بس بشتغل بدون راتب. في ناس زيك كتير؟ في كتير موجود. هذا ما أثرش على التزامك بالعمل؟ لا. على أدائك؟ لا. على أطارك؟ لا لا. يعني أنت بتعطي بدون بدون راتب؟ بدون راتب. الله يعطيك العافية. The long-standing feud between the Palestinian Authority and Hamas has left many public sector workers in crisis. To bolster their respective claims of leadership, each side has hired their own set of workers in the Gaza Strip. This has bizarre consequences, with many workers employed by Hamas working unpaid, and many workers employed by the PA getting paid but not working. Nearly 50,000 public service workers in Gaza remain unpaid, with many more being consistently underpaid. The normal salary for a new doctor, it's about $700 a month. It's less than I was paying. We also get 40% only of this whole salary, and we are still waiting to have our rights and to get our full salary. But yet, there's no any hope or promises or real evidence that it will be solved really soon. The situation for private sector workers is equally grim. The siege has devastated the Gaza Strip's economy, foreclosing on the possibility of exports and limiting the entry of raw materials that form the basis of a functioning society. 40% of the population lives in poverty, and the unemployment rate is 43%, the highest in the world. The combination of economic depression, enforced isolation, and a population forbidden from leaving has led to Gaza being dubbed the world's largest open-air prison. The stifling siege and lack of resources have resulted in many unintended consequences. بالعوادم هلا اللي بتطلع من التس او الاختبارات هذه، هل هي يقوم التخلص منها بطريقه ناجعه وبطريقه صحيحه، ولا ممكن انتم تتحايلوا على هذه العوادم وتعملوها بطريقه خاطئه، خصوصا في منها حاجات يعني ممكن تكون مؤذيه جدا ومسرطنه، فممكن تحكي لنا فكره كيف انتم هذه العوادم تتخلصوا منها؟ صحيح، قبل ما نحكي على التخلص او مدى تاثيرها على البيئه، تعلمي ويعلم الجميع انه مؤسساتنا الصحيه تفتقر للبنيه التحتيه الصحيحه لاعتمادها حتى لا تؤثر على البيئه. فمثلا العوادم السائله بتكون مع المجاري العادية، وهذا طبعا يؤثر على البيئة ويؤثر على المصدر المائي. طبعا.
السوليد ويست اللي هي الصلبه، العوادم الصلبه هذه بتم التحايل عليها، بنقوم احنا بتصنيفها الى نوعين، النوع اللي هو ورقي بنحط في تجميعة معينة، والنوع الثاني اللي هو الانفكشواس في مجموعة أخرى حتى يتم التخلص منهم عن طريق نقلهم إلى محرقة مستشفى الشفاء. The disposal of medical waste requires equipment and resources restricted by the siege. For hospitals in the Gaza Strip, which must overcome so many hurdles to provide basic care, caring for the environment as well is often impossible. Medical institutions aren't the only ones struggling with waste management. In many places across the strip, garbage collectors are forced to operate at a quasi-medieval level. أنا اسمي رمضان أبو عبيدة، أشتغل في البلدية، صار لي في هذه الشغلة 8 شهور. والله والله الحمد لله، ربنا وش نعمل؟ نشتغل من دبالنا على أهلنا وعمياتنا وأخواتنا، نشتغل نحافظ على الناس، نحترم الناس، نقدر الناس، إيش بدهم نحطنا فوق رؤوسهم. خليني اياك نشوف هذا، بطلق لك اياه مع اللي عندي انا. طبعا مدينه غزه تقسم الى 6 شعب، 6 مناطق تجمع منها النفايات، طبعا نظرا للحصار المفروض علينا من قبل اسرائيل، يعني استخدمنا وسيله الجمع النفايات من خلال العربه التي يجرها حيوان كما شاهدتم قبل قليل. طبعا مدينه غزه يعني تاتي بمقاولين، تستخدم مقاول لترحيل هذه النفايات الموجوده في اليرموك اول باول حتى لا تتراكم في هذه المنطقه ولا تاتي بالاضرار على السكان القاطنين في هذا المكان، لا سيما وان المنطقه يعني فيها عده مدارس، فيها مركز القطان الثقافي، فيها مركز اسعاد الطفوله التابع لبلديه غزه، فيها المكتبه التي كنتم انتم حضرتكم فيها، وهذا يعني يؤثر على سلبا على الجمهور، ولكن نحن مضطرين لعدم وجود الاليات. نحن في بلديه غزه نعمل بجمع النفايات فقط ب9 آليات ضاغطة تجمع النفايات من جميع أنحاء مدينة غزة، مع العلم أن احتياج بلدية غزة من هذا النوع من الآليات إلى 30 آلية، غير طبعا الكبشات اللي هو التي تجمع الأتربة وتجمع الركام مخلفات الحرب الأخيرة التي حصلت على قطاع غزة وعلى مدينة غزة تحديدا. As the problems in Gaza build, so does the dissatisfaction of the people. العمال يعني تعبانة شوية، عارف الوضع يعني الانقسام. وايش بدي اقول لك؟ الوضع عندنا الحاجة غالية كلها، المعيشة غالية. الأكل، الشرب، وفيش شغل يعني للعمال. احنا هينا غير بطالة على الطريق الرئيسي بمازن بيوفروا لنا 3 شهور. والثلاث شهور هدول ما بيكفوش انا اشغل 3 شهور واقعد باقي السنه. وكل واحد عنده 10 تنفار اقل عامل يعني. لانه بدون الاقتصاد فيش يعني فيش امان، فيش سلام، فيش حاجه. اهم حاجه اقتصاد البلد. الغاز بنستنى على الدوله ما تجي. والوضع انت شايفها، لقيت جرت الغاز احنا كل شهر اما بتنوب من 6 كيلو. وتقولي لي كهرب بنشوفش في اليوم 3 ساعات. امبارح اجت عندي الكهرب ساعتين. وميه ما فيش. كل 12 ساعه بتيجي ساعتين. المية. تيجي المية تقطع الكهرباء. Faced with this dire constellation of problems and with little help from the outside world, residents of the strip are taking matters into their own hands. اسحب
احنا بنعبي الميه الحلوه هذا عشان الملوحه الزايده في الميه، ميه البلديه اللي بتجينا مالحه وملوثه زياده عن اللازم، فاحنا بنضطر ان احنا نعبي ميه حلوه للشرب وللغسيل ولكل شيء. استغنينا عنها تماما من ناحيه اللي هي الميه البلديه، وصرنا نعبي ميه مفلتره للغسيل وللشرب ولكل شيء. يعني كثير من الناس نسبة مثلا 100% بقطاع غزة بيستخدم المية الحلوة للشرب، ما فيش حدا بيستخدم المية من ملوحتها، المية البلدية من ملوحتها الزايدة وبعدين فيها تلوث وشغلات هيك ناحية الشرب. ونسبة نقول 50% بيستخدموا من ما بيستخدموش المية اللي هي المية البلدية نهائيا، بيعبوا خزاناتهم كله مية مفلتة. The Gaza Strip's main water source is the coastal aquifer. Chronic overuse has caused seawater to leach into the aquifer, resulting in oversalinization. In addition, Gaza's waste disposal problem has caused the aquifer to become contaminated with chemical waste and sewage. The surrounding seawater is equally contaminated. 100,000 cubic meters of untreated waste are pumped off the shores of Gaza Beach on a daily basis. 90% of Gaza's fresh water is now unfit for domestic use. As a result, rates of intestinal problems and infections have skyrocketed. The UN warns that if the water crisis goes unaddressed, the Gaza Strip may be uninhabitable by 2020. Rather than buckle under the weight of an impossible situation, the Gazan people are developing creative solutions to improve the conditions of their lives. اليوم دبي، السعودية، مصر، كل الدول بدأت اليوم تحط اللي هي الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية هذه بتفيد كتير للقطاع. في حالياً بعض المستشفيات بدأت تركبها، بعض من المدارس الوكالة، بعض من الناس اللي مقتدرة وعندها فلوس بتحط سرط على سطوح خلايا، وبتحتاج شركة الكهرباء نهاية، بس هذا مكلفة وبتكلف. احنا في غزة الوضع الاقتصادي منهار تحت الصفر، الأيدي العاملة قاعدين بيشتغلوش، الناس كتير رواتبها انقطعت وقفت، وحكومة هذه بيقبضوش ال 40% من رواتبهم، ففيش حد قادر يقدر يركب خلايا شمسية، لأنه اليوم أقل خلية عشان تقول بس بدي أضوي بتكلفك من $5,000 ويطلع فوق، ولا هي أفضل شيء اليوم السبل. طبعا بالنسبه للمستشفيات والرعايه الصحيه بنتمنى وصول للطاقه الشمسيه اللي هي الخلايا الشمسيه اللي حتوفر تقريبا حل او بديل للطاقه الكهربائيه. هناك بالفعل 4 مستشفيات قد استخدمت الالواح الشمسيه، وهم يستفيدون منها حاليا لكن بصوره محدوده. زراعه عامه. This is the control, the room of the control of the PV system. Okay. It contains the on-grid inverter, 3 on-grid inverters, each one about 10 kilowatt, totally 30 kilowatt. And this is the battery inverter, and this is the battery. طبعا هذه اللي هي الالواح الشمسيه اللي بتقوم بتحويل الطاقه الشمسيه الى طاقه كهربائيه. النظام اللي هو المتعارف عليه اللي هو نظام الاون جريد والاوف جريد الموجود في البلد مع بطاريات والباك اب باتري، لا اعتقد انه ممكن نغطي احمال كل المستشفى لانه بدك مساحات كبيره شاسعه جدا. طبعا هذه بتغطي اللي هي الاقسام الحساسه في المستشفيات اللي هي قلت لك العنايه المركزه عندنا في الشفا اللي هي المين اي سي يو ديبارتمنت. طبعا الاي سي طبعا هذه الاجهزه المريض لو راحت عن المريض يعني بتكون انتهت حياه المريض في خطر. صحيح.
الطاقة الشمسية جهاز اللي كوننا جديد، هذا جهاز وفرنا كثير جهد انه احنا كنا في حالة قطاع التيار الكهربائي عن القسم نعاني كثير، مثلا نجيب التمريض تبعنا النيرسز يمسك الامبو ويتم ويعطي امبو لغاية ما نجي الكهرباء ترجع مرة ثانية، بس حالة انه توفرت عندنا هالقتل بس الطاقة الشمسية الموجودة حتى انه وهي حط عند كل واحد حط نيرس خاص فيه ماسك الامبو بس عليه بس انه يعطي امبو خلص، هاي كل شو يكون في الاخر. شغله متعبه جدا كثير، كانت متعبه جدا، بس بتوفير الطاقه الشمسيه هذه فكثير وفرت علينا كثير شغلات، وفرت نيرسز، وفرت انه الواحد تعب نفسه كمان بدا يزول شوي شوي، فهي وفرت كثير جهد وعناء كثير في القسم نفسه. بتهيألي كمان اكيد انقذت حياه المرضى بكثير طبعا. انت طفل انت تعطي بالامبو ممكن تعمل مثلا نيمو ثوركس صحيح. فكثير شغلات كثير وفرت علينا وكمان انقذت حياه كثير اطفال بشغلات زي هذه. المشكلة مع المشاريع الطاقة الشمسية الحالية هي أنه لديهم قدرة محدودة، ويمكن توفير يمكنهم توفير الكهرباء للأقسام الحساسة فقط وليس لجميع مرافق المستشفى. في عام 2015 أطلق مشروع اسمه إمباور غازا بين أطباء غزة وأطباء الخارج، وذلك من أجل جمع الأموال ودعم لتزويد باقي المستشفيات باقي المرافق في المستشفيات العاملة في القطاع غزة بألواح الطاقة الشمسية. طبعا إحنا من أجل هذا المشروع وهذه الفكرة اللي حتفيد المستشفيات قمنا بالتعاون يعني وإجت يعني المحاولة لإجت أي حل والتواصل مع الـ UNDP ومع جهات المنظمات الدولية. المستشفى هون تخدم المنطقة الوسطى 350 ألف نسمة صحيح؟ كم واحد بيجيكم هون علشان نعمل المشروع هون اللي هو ندخل الطاقة المتجددة لتشغيل المستشفى؟ انت زي ما بتعرف عندنا مشكلتين مهمين في غزة هي الطاقة والمية جودتها ومصادرها، والاثنين معتمدين على بعض. فعندنا برنامج كبير في الـ UNDP تبنته لتحقيق التنمية المستدامة في غزة، وعلى أساس أنه استمرارية توصيلكم للخدمات في قطاعات الصحة، قطاعات التعليم، قطاعات شتى يعني. فلذلك يعني تم المشاورة مع وزارة الصحة، طبعا المشروع هذا بالتعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية وزارة الصحة على أساس أنه إحنا نقدر ننفذ 50 كيلو وات. برنامج الأمم المتحدة للماء والبرنامج اللي نشتغل فيه كان من أوائل البرامج ومن أوائل المؤسسات اللي سعت لاستخدام الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء. برجع حوالي من 2010-2011 بدينا باستهداف الطاقة الشمسية واستهداف النوايا واستخدام الطاقة الشمسية لاستخدام في المباني العامة. قمنا في 2011 بعمل مشروع نموذج أو بايلوت بروجكت في 2011 بتمويل من أوبكس. بالنسبة لطريقة يعني طريقة والفترة الزمنية اللي ماشية فيها الأمور وماشية في المشروع، هل تعتقدوا إنه هو يعني ماشي الطريق الصحيح وما فيش تأخير؟ وفي تقدر تقول ماشي في الاتجاه الصحيح، بس الرتم اللي ماشي فيه بطيء جدا. بطيء جدا. بطيء. إيش السبب؟ إنه توجه الدولة أحيانا مش على كل ما تتمناه لا تتريح بما تتمناه السفن، يعني مش دائما ماشي فيه إقبال من الدولة عليه. هلا كمان من الأشياء اللي بتأثر في تنفيذ المشروع هي إدخال المواد إلى غزة، يعني هذا موضوع مش لازم ننساه. ففي الأول بعد انتهاء مرحلة التصميم بنعد لستة وبنتعاون فيها عن طريق الأكسس تيم إنه نعرضها، وعن طريق كمان سلطة الطاقة لدعمها على أساس إنه يتبنى دخولها. هذا بياخد برضو وقت للإدخال، وهذا يعني شغلات لازم نمر فيها على أساس نقدر ننفذ. بس هذا مش لصالح يعني لا المستشفيات ولا المراجعين، يعني هم بتمنوا كل يوم انه تتحل المشكله باسرع وقت احنا او يكون حل جزء على الاقل يعني بفتره قريبه ان شاء الله. يعني ان شاء الله احنا لازم يعني في جزء من التنفيذ بروح لموضوع الاكسس كوردينيشن، وهذا هو اللي بيكون ممكن يطيل الفتره اللي احنا نحصل فيها على السيستم كاملا.
فإحنا بنتمنى دائما إنه يكون كل شيء حسب ما نريد، ولكن في الآخر في أمور أحيانا تبقى خارج عن الإرادة. إحنا نتمنى لكم التوفيق في الموضوع هذا وفي كل مواضيع خدمة المرافق الصحية، لأنه إحنا بالآخر متأثرين فيها كتير، وبتهيئ اللي حتحلوا مشكلة كبيرة إلنا إذا كان الموضوع يعني بتم بطريقة أسرع، وإن شاء الله بتكون بتم على مستشفيات تانية، لأنه إحنا نتمنى يكون الموضوع هذا أكبر وأشمل لكل المستشفيات. In May 2017, after a two-year wait, Israeli authorities allowed the final equipment needed to complete the solar panels into Gaza. This Ramadan miracle allowed the Al-Shifa Hospital access to full-time electric power. As of June 2018, the nine remaining public hospitals in the Gaza Strip are all currently implementing similar solar panel projects. Conditions at the hospital have improved, but for the people of Gaza, the struggle of life under siege continues. رغم كل هذه يعني المصاعب والمشاكل، لكن كنا يعني نتحدى الصعاب وبإصرار وبقوة، لأنه هذا هو قدرنا، ولأنه إحنا يعني هذا هو عملنا. الحل الدائم والجذري هو اللي حيساعدنا نكون مستقلين بذاتنا. نواجه المشكلة أو ظروفنا هذه بشكل أفضل بكتير، ونوصل لحل يساعدنا على إنه نعيش حياتنا الطبيعية في غزة.